بعد وصول 7 رحلات من الحجيج الجاديين المدينة المنورة، فإن نائب رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة والوفد المرافق لها، فبعد تفويجهم رحلتان إلى مكة المكرمة وبهدف إيجاد حلول سريعة لأي مشكلة خدمية قد تواجه الحجاج، فإن الوفد قد استدعى جميع رؤساء الرحلات والمجموعات، علما بأن كل مجموعة تضم 45 حاجا، بحيث طالب كل واحد منهم بأن يقوم بالدور الذي كلف به من دون كسل، ذلك من أجل راحة الحاج التشادي في مختلف مستويات الحج. أي زول داري أن حمول مسؤولية على 45 حاج أو حاج كلك 4 أو 5 عليك لجنة ما يقدر. وأسسنا أن الرئيس هذا الفوج ده يسكن مع حجاجة، يعرف الحج جيام هل مردان هل أتشان هل سوى زيارة هل بكلك أنتم مسؤولين. بعض أعضاء اللجنة المرافقين لنائب الرئيس منهم طاهر النظيف وجبريل سعيد إمة هما أيضا طالبوا رؤساء الرحلات والمجموعات بأداء هذه الأمانة المتمثلة في خدمة الحجاج، ومن ثم التعاون مع مختلف اللجان كاللجنة الصحية والأمنية وكذا لجنة المرشدين والمرشدات. سمع الاجتماع للمشاركين بتقديم بعض أسئلة استفسارية حول بعض الأمور الصغيرة التي قد تحدث، أمور أكدت اللجنة الإجابة عليها في حال حدوثها، للإشارة إلى أنه بعد تفويج الدفعة الأولى والتي تضم حوالي 630 حجا وحجة، فإن التفويج الثاني والذي يضم نفس العدد يصل الخميس إلى مكة المكرمة من أصل 1780 حجا وحجة وصلوا حتى الآن المدينة المنورة.